كابسة صاج شركة سيفر كريست ألمانيا أصلي. حجم مالته الكبير مو الصغير، هذا اللي بدي أشوفه. تحكم مالته هذا الثرموستات تحكم قوة الهيتر منها تمر توقي. هذا الجرار مالت الدهن راح يجمع بالدهن مالت الأكل. كابسة الصاج تعمل بقدرة 2000 واط حقيقي. تقدر تستعملها ككابسة صاج فتحة مالته 90 درجة، وتقدر تستعمل الشواية بفتح الأخير 180. يعني هذا عندك هيتر وهذا هيتر، راح يصير استعماله حلو أسهل. للعلم بيرتفاعات حسب نوع الأكل أو حسب نوع اللفة، شوفه يعني الشيء تقدر تخليه عالي أو ناصر.